النطوء اللي حصل بتاع محمد مرسي، لانه هو اللي كفر بالديمقراطيه، وهو اللي تخلى عن الشرعيه، وهو اللي انتهك الدستور، وهو اللي اضرب عصابه. فكان حمايه للديمقراطيه وانتصارا لحق الشعب واراده الشعب حصلت ثوره ضده. انما المنطق اللي يريده المصريون من لحظه 25 يناير ان يبقى في ديمقراطيه، تجيب رئيس وتمشي رئيس، مش تجيب رئيس وتقبض رئيس. اللي يجيب رئيس ويحصل تداول، يحصل فيه حلم بالتغيير، ويحصل فيه تداول للسلطه، ويحصل فيه ديمقراطيه حقيقيه وتبادل اراء ونقاشات وخناقات حتى على المستوى السياسي، لحد يتفزع على بلده، ولا حد حاسس انه قاعد في حضانه، وطن قاعد في حضانه لو جاله شويه هوا يموت فيها. ايه ده؟